ريف دمشق أذيابية، قصف عنيف تتعرض له هذه المنطقة من قبل عصابات الأسد المجرمة بواسطة رجمات الصواريخ وقذائف الهاون الثقيلة. الله أكبر عليك يا بشار. 11/12/2012، انظروا يا مسلمين ماذا فعلت هذه الصواريخ في هذا البيت. وهذا أحد الصواريخ الذي انفجر. هذه إصلاحاتك يا بشار. قصف للمباني. وهذا أحد الصواريخ الذي لم ينفجر ولله الحمد. شو الكتاب اللي عليه مروشي؟ الإيراني. الوصير وبعدها عليه.